طيب مين بتذكر في حد بتذكر هذا الكراش اللي صار؟ انتوا ما بتحضروا اخبار كلكم، ما بتشوفوا شيء ها؟ طيب هذا عذر كويس ماشي. نعم ايش حكيت؟ هذا صار حادثة في 2009 اظن، معقول 2009 صار لها فترة طويلة. طيارة فرنسية اير فرانس 447 طلعت من ريو دي جانيرو 1 جون 2009، وبعد فترة انقطع الاتصال تماما مع الطيارة حوالي بهاي المنطقة، تقريبا بهذه المنطقة اللي موجودة هون. هلا انا اهتميت جدا بهاي الحادثة لسببين. بعد فترة طلعوا نزلوا سبب، طبعا قعدوا فترة لفتشوا على البلاك بوكس الصندوق الاسود هذا قعدوا فترة، واخذتهم فترة لحد ما لقوهم، بعدين بدوا يلاقوا الجثث والبقايا، ومات 228 واحد كان، يعني ما نجى اي حد، لكن استطاعوا يحصلوا على الصندوق الاسود. هلا انا اهتميت فيها لسببين. السبب الاول انه سبب اكتشفوا انه سبب الحادثه كان في ترانسيوسرز عمالها بتعطي قراءات غلط للسرعه من البيتوت تيوب، فوجدوا انه هاي صارت تعطي السرعه الغلط، فصار في جليد على البيتوت تيوبز. البيتوت تيوبز كانت مستعمله حتى تقيس الضغط وتستنتج من الضغط السرعه، فلما الطيار فكر انه السرعه غلط اتخذ القرار الخاطئ انه صار يحاول يرفع الطياره اكثر. لما رفع الطياره اكثر وزادت الزاويه تبعتها فقد السيطره ونزلت الطياره. هذا كان احد الاسباب الاولى، وكانت مهمه عشان الترانسيوسرز، حكيت للطلاب عشان ترانسيوسرز. بس السبب الثاني اللي لاحظته من فتره او انتبهت عليه من فتره هو استعمال البروبابيليتي ثيوري، استعمال البروبابيليتي ثيوري في انهم يلاقوا مكان الدبري وين موجود البقايا، حتى اذا لقوا مكان الدبري بيقدروا يلاقوا وين الصندوق الاسود، واللي استعملوا البروبابيليتي ثيوري. والبروبابيليتي ثيوري مبنيه على قانون لواحد احصائي انجليزي اسمه توماس بايز، بي اي واي اي اس، وتوماس بايز اعطى حط ثيوري بتقول البروبابيليتي، اذا انا عندي probability الان لشيء معين وتوفر عندي معلومات جديده او داتا جديده، بامكاني استعمل الداتا الجديده باني اعدل المعلومه السابقه اللي عندي ويصير عندي معلومه جديده، اعدل البروبابيليتي تبعتي في ضوء الداتا الجديده، وكل ما توفر عندي داتا جديده بقدر اضل اعدل الداتا النظريه اللي موجوده عندي. فهاي استعملوها باستمرار، استعملوا مجموعه statisticians والاحصائيين والرياضيين اللي استعملوهم في هاي الحاله، استطاعوا بعد فتره طبعا ضل من تجميع الداتا وردوا رجعوا يحللوا كل ما يصير يتوفر معلومات جديده، مثلا فتشوا في منطقه ما لقوا او لقوا قطعه في مكان معين، يدخلوا هاي المعلومات الجديدة إحصائيا probability، فاستطاعوا كان بفضل هاي استطاعوا أنهم يلاقوا وين الصندوق الأسود. طبعا لما وصلوا للصندوق الأسود استطاعوا يطولوا ويشوفوا إيش سبب الحادث. نفس الشيء مثلا زي ما حكيت لكم بالروبوت نافيجيشن، إذا عندي روبوت عماله بيتحرك في مكان وأوتونومس روبوت، المشكلة إنه هو أوتونومس روبوت فما عنده هيومن فيش عنده هيومن ريزنينج أو فيش هيومن يعمل له جايدنج. هذا الاوتونوموس روبوت في عنده معلومات سابقه، احنا بنعطيه معلومات سابقه بنزوده في معلومات سابقه او probability السابقه، مثلا المكان اللي موجود فيه شو احتمال المكان الموجود فيه يكون مثلا صحراء، او شو المكان احتمال المكان الموجود فيه يكون غرفه رقم 5. الروبوت راح في عليه سنسرز، مجموعه من السنسر، راح يبدا الروبوت يجمع بالسنسرز يجيب معلومات جديده، سواء كانت صوت مثلا او فايبريشن او انكلينيشن او طبيعه التراب اللي موجود او طبيعه غرفه درجه الحراره او هاي الى اخر. كل ما توفر عنده داتا جديده راح يطبقها على الباست نوليدج الموجوده عنده، وراح يعدل الباست نوليدج الموجوده عنده، ويصير عنده بصير باستعمال الانسرتينتي بصير عنده معلومات افضل، وبيقدر يعمل نافيجيشن افضل باستمرار، وبيضل يضيف هاي المعلومات الجديده كل ما توفرت عنده.